رح ننتقل إلى فقرتنا التالية. يعني دائما أهل سوريا وأهل الشام يعني سباقين العالم بأعمال الخير، بالإحساس ببعض، خاصة بالظروف الصعبة الاقتصادية يلي عم نمرق فيها، خاصة إنه في كتير عالم بحاجة إنه نحن نقدم لها شيء يفرح قلبه، خاصة بشهر رمضان المبارك. أكيد ليا، ويوم عن يوم عم تكبر هي الفرق ومجهودها عم يمتد عبر المحافظات السورية. ومن هي الفرق اللي كانت من بداية تأسيسها ضمن شاشة صباحنا غير وبرنامج صباحنا غير، هو فريق ساعد اللي سنة عن سنة عم تمتد 10 سنين من العطاء، 10 سنين عم نساعد بعض بكل شيء بنقدر عليه. طبعا وصلت هي المساعدة هي السنة الجديد إنه وصلوا للقنيطرة فريق ساعد، وأيضا هو موجود صار له كذا سنة بعدد من المحافظات السورية. شو الجديد بمطبخهم او مطابخهم خلينا نقول وبعملهم التطوعي؟ رح نتعرف عليه مع ضيوفنا لليوم. خلينا نرحب بضيوفنا علي السعيد، عضو مجلس اداره ومدير العلاقات العامه بجمعيه ساعد، وعامر جرادات من جمعيه المبره الخيريه اللي كمان عم بتكون مع ساعد برمضان. خلينا نعرف شو التفاصيل كمان. صباح الخير ورمضان صباح كريم. صباح الخير رمضان كريم. صباح الخير علي، صباح الخير عامر. صباح يعني الخير. بالبدايه علي رح نبلش من عند حضرتك. سنه عن سنه مثل ما قالت سلمى عم نزيد، عم يزيد العطاء الحمد لله لله. ونشكر الله، وعم يكتر يعني عم يكبر المطبخ عن السنين اللي قبل. خلينا نحكي السنة شو تغير عن السنة الماضية، قديش اليوم هيك عم تلامسوا الشباب، قديش عم ينضموا لكم الناس، قديش عم تكون يمكن مبسوطة بالشي اللي عم تقدموا لها، لأنه عندنا ظروف عن جد كتير صعبة، طبعا وخاصة بشهر رمضان المبارك. يعني هو شهر رمضان دائما بيكون لعمل الخير، لانه هو شهر الخير. فنحن هاي السنه فتحنا مطابخ جديده، فتحنا محافظات جديده، بلشنا انتشار اوسع بهي السنه. طبعا هو هي السنه لمحه على المطابخ الجديده، كمان لمحه على المطبخ الاساسي. المطبخ الاساسي هو للعام العاشر عند الجامع الاموي ومحافظه حلب. هي السنه كمان فتحنا مطبخ بمنطقه المزه، وفتحنا مطبخ بمنطقه القنيطره بالتشارك مع جمعيه المبرات الخيريه اللي هي عم تكون قائمة كمان معنا بالقنيطرة على التوزيع وعلى التجهيز وعلى كل شيء. المتطوعين كل مالها عم تزيد، لأنه عم يشوفوا الشغل، عم يحسوا أنه لازم ينزلوا يقدموا شيء لهذا البلد، بدهم يقدموا شيء لأولاد بلدهم اللي هن كلياتهم أخوات، كلياتنا عائلة واحدة. الشيء المميز عندنا بالجمعية أنه لما أنت بتفوتي، أي متطوع بيفوت حتى لو كان أول مرة بيفوت، بيفوت عائلة، ما بيفوت أنه على جو مأسور أو جو متطوعين جداد أو عالم جديدة، لا بيفوت على جو عائلة. نحن موجودين عم نقدم خدماتنا عند الجامع الأموي طبعا لكل العالم اللي عم تتواجد، سواء عبري سبيل ولا غيره. بالمزة كمان عم نجهز الوجبات اللي عم تطلع على المشافي ولا عم تطلع على المناطق البعيدة، مثلا عندك مثل دارية، ببيلة، يلدا، الطباب الدخانية، ومناطق تعتد. يعني عندك شي 60 منطقة عم تكون بعيدة، مناطق مثلا اللي هي مثلا ضمن الشام، عندك ركن الدين، جرمانة، هدول الأراني اللي عم تكون بعيدة عن أماكن أنه تقدر تيجي تأخذ مثلا من مطبخ المزة أو من مطبخ الجامع الأموي. مناطق حلب كمان عم يصير التوصيل فيها كمان لأماكن كتير بعيدة غير المركز الأساسي، عم يصير في توزيع، عم يوصل على صلاح الدين، عم توصل على الصاخور، عم يوصل على باب الحديد. كمان هي في فرق هي مختصة بهذا الشيء، أنه هي عم تروح توزع. مثل ما في فرق كمان عندنا، نحن دائما التجهيز عندنا بيكون منسق مع الفريق. كل حدا من عندنا من الجمعية مختص بفريقه، وعندك فريق تجهيز اللي هو بيجهز الخضرة لحتى تروح على الطبخ، فريق الطبخ اللي بيجهز الوجبات لتطلع على فريق التبريد، فريق التبريد هو بيجهز الوجبات لتطلع على التغليف، فريق التغليف بيجهزها بتنحط على جنب، بيجي فريق التوزيع اللي هو مختص وبيعرف كل يوم بخطة لوين رايح، بياخذ الوجبات وبيطلع بيوزعها على العالم اللي هي محتاجه. قد ايه حلو هالتنظيم، وقد ايه عم نشوف الشباب يعني بكل المبادرات عم بيكونوا عن جد ايد واحده، وعن جد يعني بهذا الوقت نحن كثير بحاجه. يمكن طبعاً سابقا كنا نعملها من نوع المبادره وانه الناس تحس انه في شيء حلو هيك على برمضان، لكن هلا صارت حاجة أساسية. ولهون بدي انتقل لعندك عامر، يعني القنيطرة، خلينا نحكي شوي عن المبرات ودوركم مع ساعد. شو التشاركية، كيف بلشت بالقنيطرة؟ هلأ بالبداية أنا بدي أتشكر جمعية ساعد على التشارك مع جمعية المبرات الخيرية لأبناء الجولان، وأستاذ علي زادت العيلة،
عيلات الله يخليكم يا رب. بالبدايه مطبخ لقنيطره التابع لجمعيه المبادرات الخيريه هو وصل بين اقصى الشمال مع اقصى الجنوب وربط خيط مع مطابخ الموجوده عن جمعيه ساعد، مطبخ حلب مع مطبخ دمشق مع مطبخ لقنيطره، وان شاء الله في مطابخ جديده راح تكون زياده مع حمام مع الحسكه ان شاء الله يا رب. مطبخ لقنيطره هو مطبخ كبير، عندنا فريق كامل متطوعين من الجمعية عندهم خبرات بهالحملات والمبادرات بالنسبة لوجبات إفطار صائم. بهالفرصة بدي أشكر كافة المتطوعين الموجودين في مطبخ لقنيطرة تابع جمعية مبادرات الخيرية أبناء الجولان على الجهود اللي عم يقدموها خلال شهر رمضان وشهر الخير. نعم علي، كثير من الاشخاص اللي عم يتابعونا ان كانوا بالشام وان كانوا بالمحافظات السوريه او ان كانوا بالقنيطره بانضمامكم لجمعيه المبرات بيتساءلوا كيف نحن بنقدر نحصل على وجبه رمضانيه للافطار من عندكم. في تسجيلات، في ناس يمكن ما بيسجلوا، انتم بتوصلوا لعندهم بتعرفوا انه هن بحاجه للاكل او مثل ما يعني أو اي حدا مارق من الطريق فيه يحصل على وجبه؟ هلا اي حدا كمان احنا في اليات توزيع مو اليه وحده. هلا مثلا مثل اليه التوزيع عند الجامع الاموي، اليه التوزيع هي عند الجامع الاموي عن طريق مخاتير الشام تقريبا كلها. انتم بيكون عندكم داتا ولا الناس بتكون المخاتير مسجلين؟ المخاتير بتجيب لنا الداتا كامله اللي عندها، المخاتير بتجيب لنا الداتا الكامله اللي عندها، فهن بياخذوا من عندنا الاكل جاهز وهن بيتم التوزيع بالحاره تبعهم. في فريق مختص هو بعد ما يصير الطبخ بتتعبى الطناجر الكبيره وبصير التوزيع هو عابر السبيل اللي مارق اللي مثلا منطقته بعيده شوي مرق بياخذ وجبته وبيمشي. في اليات توزيع بتتم عن طريق دراسات للجمعيه، كمان هي دراسات كلياتها مخفيه ما حدا بيعرف فيها، بيلاقونا العالم من حباب البيت عم بقول لهم رمضان كريم سكبت رمضان. بالقنيطره كمان على الداتا عند جمعيه المبادرات الخيريه عم يتم التوزيع، كمان هن عندهم داتا كامله على مناطق القنيطره اللي هن راح ينشروا فيها بال 30 يوم لانه حيحاولوا يغطوا القنيطره كلياتها ان شاء الله عن طريق الداتا عم يتم كمان التوزيع. بحلب كمان في داتا موجوده وفريق مختص هو بيلم الداتا كامله عن المناطق كلياتها اللي حتتوجه الوجبات الى. في فريق نحن كمان متعاون معنا اللي هو فريق دراجين سوريين اولاد الشمس، كمان دراجين سوريا كمان هن اللي عم يوصلوا الوجبات على المناطق البعيده عن طريق الدراجين، كمان هي عن طريق داتا نحن عنا اياها عم ندي لهم اياها، وعابرين السبيل كمان والمخاتير، وفي جمعيات كمان بتاخذ من عندنا بتوزع لمستفيدينا. حلو، يعني هيك عم نشوف تضافر بين المجتمع المدني والجمعيات يعني والمجتمع المحلي. خلينا نحكي عن فكره العدد، كل جمعيه بيكون لها برمضان عدد معين، يعني انا محدد مثلا هي السنه 5000 اسره بدي فطرهم، هذا الرقم مثلا التارجت تبعي. خليني اقول شو الهدف اللي كنتوا توصلوا له السنه، قديش حطيتوا عدد ببالكم ولا لا؟ كل ما زاد كل ما كان. هلا نحن دائما بنمشي مثل ما بيقولوا بنحط عدد كبير، بس نحن عدد كبير بدنا نجيب اكثر منه ان شاء الله. يعني هلا مثلا عندك رمضان 2017 هو نحن دائما بنذكره لانه هو اكثر رمضان كان ذهبي. رمضان 2017 نحن كنا حاطين ببالنا 500000 وجبه، برمضان 2017 مو 500000 وجبه، وصلنا للمليون و57000 وجبه، وجبه عائليه اللي هي غطت مليون و57000 عائله. فهي السنة كمان ناويين بالمطابخ كاملة نوصل كمان لهذا الرقم وإن شاء الله أعلى. يعني هلا مليون وأكثر. مليون وأكثر إن شاء الله بإذن الله. يعني إن شاء الله. طبعا مع تطلعنا إنه نحن مثلا بلشنا باليوم الأول نحن 10000 وجبة، باليوم الثاني على 12000، باليوم الثالث على 14000، باليوم الرابع سكرنا 16000، اليوم نشوف بركة الله وخير الله. يعني كل ما كان عندنا الخير أكثر من أهل الخير بيكون عندنا الخير أكثر للي بيستاهل هذا الخير. هي عملية تشارك بين نحن كجمعية، سواء كجمعية ساعد أو جمعية المبادرات، نحن صلة وصل بين ابن الخير اللي عم يعمل هذا الخير للي هو محتاج هذا الخير. فنحن واجبنا هذا الشيء وعم نحاول دائما أنه نجيب أكثر عدد
من أهل الخير لحتى نعطي أكثر عدد من الناس اللي هي محتاجة لهذا الشيء. عامر خليني انتقل لعندك ونحكي الإضافات يلي انضافت لجمعية المبرات عند انضمام جمعية ساعد لكم، يعني أكيد تطلب هيدا الشيء عدد أكثر من الأشخاص المتطوعين من الشباب يلي لهم جهود خاصة، نزلتوا على الشام هيك اطلعتوا على عملهم، يعني صار في تشاركية وعائلة كاملة، خلينا نحكي كيف اختلف الموضوع عن هي السنة؟ هلا نحن بالبداية هاي المبادرات افطار صائم والوجبات هي متواجدة من وقت ما تأسست الجمعية وبيقوم فيها حملات فريق متطوعين كبير، وهلا بالتشارك مع جمعية ساعد زاد الجهد وزاد العمل الخيري كثير ان شاء الله. هلا نحن عندنا بمحافظة القنيطرة مثل ما بتعرفي انت القرى متباعدة كثير، يعني مسافات كبيرة، زاد كثير علينا جهد اضافي من خلال مثل اول يوم ما وزعنا نحن بصيد الجولان، هي ابعد منطقه على الخط وقف اطلاق النار اللي هي بتربط بين الاردن وفلسطين المحتله، وصلوا لها فريق المتطوعين الجمعيه بالكامل، وزعوا فيها الوجبات لكل العائلات الصائمه، وبعدين ثاني يوم انتقلنا لغدير البستان، واليوم ان شاء الله بقريه كودنا. هي القرية موجودة على وقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي، يعني أنت مثل هيك مناطق عم تنتشري فيها، فبدها فريق كامل مجهز وفي عنا كامل الفعالية والنشاط وفي تناغم بين الفرق، ونزلوا عدد معين من الفريق نزل شاف شلون التفاعل والنشاط بمطبخ دمشق، وأنا مبارح كنت متواجد معهم بمطبخ المزة، شفت العمل شلون الخيري وبين العلاقة بين المتطوعين مع بعضهم، وكان كمان الخال موجود، وبدي وجه له شكر للخال عصام الحبال، وبدي وجه شكر كمان لكل المتطوعين الموجودين بالقنيطرة على الجهد المبذول. نشكركم وبنشكرهم، نشكر وجودكم معنا، وبنتمنى هيك يا رب هاي المطابخ تضل عم بتزيد يوم بعد يوم، رمضان بعد رمضان. أكيد. وصلتوا لخط التماس، طبعا اكيد بدنا نقول لكل اهلنا بالجولان العربي السوري المحتل انه نحن عائدين قريبا شاء وام ابو، واكيد صحة والعافية لكم جميعا. شكرا كثير. شكرا لك.